السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم سأشرح عن التعريف الصواميل، وهناك ثلاثة كتب مرجعة توضح تعريفها. الكتاب الأول وهو في الكتاب علم اللغة يتضح عن الصواميل جميعا مجهورة، أما الصواميل قمتها هو مجهور ومنها ما هو محموس. الثاني في الكتاب موسوعة أنه الصرف والإعراب هي التي يقوم أي جهاز النطق عند التلفظ بها ويتخطى الهواء الخارج من الرئتين هذا الأي. والصواميل في اللغة العربية هي حروف جميعا ما عدا ألف واو والياء عندما تكون حروف اللين. أما في التعريف في المعجم المفصل في علوم اللغة هو الحروف التي يقوم أي في جهاز النطق عند النطق بها فيتخطى الهواء الخارج من الرئتين هذا الأي، وهي في اللغة العربية جميع حروف الهجاء ما عدا ألف واو والياء عندما تكون حروف لين وتقابلها الصواميل. وبعد ذلك سأشرح تصنيف الصواميل حسب مواد النطق. تنقسم إلى قسمين، الحالة الأول وهو مصنف حسب طريقة النطق، وهذا يعني بالمناسبة لأعضاء التي تشترك في تكوين كل صوت ويوده تلك الأعضاء. الحالة الثانية وهو مواد النطق الأنواع الرئيسية للأصوات الأساسية لغات عالم، في حالة الشفتين الشفات السفلى والأسنان العليا، الأسنان ما بين الأسنان، اللثة ومقدم الحنك الأعلى، وبعد ذلك مقدم الحنك الأعلى ووسطه أقصى الحنك الأعلى، اللهة الحلق، وآخرا في الحنجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سأشرح لكم عن تقسيم الصواميل حسب طريقة النطق وفقا لدكتور محمود السعودي. هناك 9 أقسام، يعني الانفجارية والانفجارية الاحتكاكية والغناء والمنحفرة والمكررة ومستلة والاحتكاكية والمتمادة غير الاحتكاكية، وآخرا أشباه الصوائد. ننتقل إلى أحرف الصواميل حسب طريقة النطق وفقا لدكتور محمود سعودي. أولا، حرف الانفجارية هي أجدت طبقك وزائدة حرف الضاد وفقا له. ثم حرف الاحتكاكية، هناك 13 فقط بدون حرف الضاد. أما حرف الغناء حرفين، يعني ميم والنون، وحرف منحفرة ومكررة واحد فقط على الترتيب، يعني لام والراء. فما هي راء مستلة؟ يعني إحداث طرقة واحدة من عضو مرن على عضو آخر بحيث لا يستغرق الاتصال زمنا ملحوظا كالراء الإنجليزية. أما المتمادة غير احتكاكية هي احتكاكي يتكون في نفس الموضع الذي يتكون فيه الانفجاري مع اختلاف في طريقة النطق، مثلا حرف الكاف وحرف الخاء. ثم الانفجارية الاحتكاكية هي بعض صواميل مجهورة تتكون في نفس المواضع الملائمة لتكوين صواميل احتكاكية، ولكن لا يسمع في نطقها احتكاك بسبب معين مثل راء الإنجليزية. اسمي كبت ماريا بنتي نورمان، ورقم تسجيل 1200221. الآن سأشرح لكم عن المعنى الصوائد من لغة واصطلاحا. طيب، في لغتان وهي من مادتي الصاء
والألواء والألتا. والصوت هو الأثر السمعي الذي تحدثه تموجات ناشئة من اهتزاز جسم ما كتعجب أو توجع أو تحسر. ثم في اصطلاح وهي الحركات من فتحة وضمة وكسرة وكذلك مدها، أي إطالتها التي عرفها العرب بأليف المر والواو المر والياء المر، والصفة التي تجمع بين قصيرها وطويلها هي الوضوح في السمع، ذلك أن الهواء حين يندفع من الرئتين مارا بالحنجرة يتخذ مجراه في الحلق والفم بحيث لا يجد يعترض سبيله من عوائق، ومن ثم يليك مجرى الصوت قليلا فيحدث ذلك نوعا من علو الصوت، وبعد ذلك أشباه الصوائد، ويسميها العلماء أحيانا أشباه الصوائد، وهي الياء في نحو سيد زيت جيد، والواو في نحو يومين صوم لوم ونحوها من خلال هذا النص لابن سينا. وأما الأليف المصوتة وأختها الفتحة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم، وأما الواو المصوتة وأختها الضمة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم، وأما الواو المصوتة وأختها الضمة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم، وأما الواو المصوتة وأختها الضمة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى فوق، وأما الياء المصوتة وأختها الكسرة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى أسفل. ثم تصنيف الصوائد. اللسان والشفتان عدوان مشاركة في تغيير شكل المجرى الهواء عند النطق الحروف العلة، وهنا يمكننا أن نرى الفرق في وضعية اللسان عند النطق حروف العلة. ثم يأخذ في النطق الصوائد مثل الأليف قال، ثم باء بيع، ثم كسرة من، ثم فتحه صبر، ثم ضمه صم. وسيجد أنه في نطق الألف قال وضمه صم وفتحه صبر يكون جزء الخلفي من اللسان هو صاحب الشأن الأكبر في تشكيل الممر الهوائي الخاص بكلا هذين الصوتين. ثم العضوان الثاني في تكون السياق الصوتي هو الشفه، الشفتان تلعب دورا كبيرا في تكون الأصوات الساكنة، يمكن أن تظهر الشفه في حالة مندمجة ومكسورة ومهايدة. الأول يتم ضم الشفه عند القول الضمة والضمة الطويل، الثاني تكون الشفاه في حالة التقصيران عند النطق الكسرة والكسرة الطويلة، وأخير بينما تكون الشفاه في حالة الحياد عند النطق الفتحة. بعد ذلك هيا ننظر إلى الصائت المركبة. تعتبر الصائت المركبة في الأصل العبارة عن اتصال بين الحرفين ساكنين يتم نطقهما بشكل انزلاقي بحيث يصبحان مقطعين واحدا وليس مقطعين. على سبيل المثال
الصائت المركبة أو مثل لوز، وأخرى أي مثل بيت وزيت. يتم نطق هذين الحرفين المتحركين بصوت منزلاق، وهو صوت ساكن يتضمن الانزلاق متعمدا.